بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد فيها تفاصيل مهمة جدا وكلام مهم جدا متعلق بمشوار الأهلي في البطولة كأس فيفا انتر كونتيننتال، وعندنا كلام كتير على سفر الفريق والتدريبات والاستعدادات والمباراة المنتظرة يوم السبت المقبل على ملعب 974 الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. ولكن قبل ما أدخل في أي تفاصيل لها علاقة بالساحة الرياضية وأخبار النادي الأهلي، عايزين في البداية وفي بداية حلقة النهاردة نتوجه بكل الأمنيات والدعوات لله عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على الفنان الأهلاوي الجميل نبيل الحلفاوي اللي بيمر بأزمة صحية صعبة شوية، نتمنى يا رب بإذن الله يمر منها بسلام ويقوم كده سالم غانم ونطمئن عليه، ونقرا دايما تويتاته اللي موجوده على منصه اكس، وبنستمتع دايما بكل ارائه اللي بنشوفها من خلال السوشيال ميديا. وبنضم صوتنا لصوت نجله الاستاذ وليد الحلفاوي اللي طلب من الجميع الدعاء له. الفنان الكبير نبيل الحلفاوي او كما يطلق عليه القبطان، دايما بنستمتع بكل ارائه، ودايما لما بيتكلم في الكوره باهلاويته الشديده وبغيرته على النادي الأهلي بنسمع دايما وبنحب نركز في كل كلمة هو بيقولها. وطبعا عارفينه هو واحد من مش من رموز الفن بس، انت بتتكلم عن واحد من أشد المدافعين عن النادي الأهلي، بيعشق الأهلي بجنون، بيتعامل مع النادي الأهلي على إن هو بيته، كل ما يخص النادي الأهلي دايما بيعلق ودايما بيكتب ودايما بيقول آراءه، وكلنا بنبقى حريصين ندخل دايما على الأكاونت ونشوف النهارده القبطان قال إيه. طبعا مفتقدينه بقالنا أيام، النهاردة كان مهم جدا أبدأ بهذه المقدمة، ونتمنى يا رب بإذن الله الشفاء العاجل للقبطان والفنان الكبير نبيل الحلفاوي، قريب جدا إن شاء الله نطمئن عليه ونقرأ تغريداته وتعليقاته وحبه للنادي الأهلي. كل ده طبعا بخلاف أنه يعني أحد رموز الفن المصري اللي دايما بنحب نتفرج على أعماله السينمائية أو حتى مسلسلاته دلوقتي أو حتى من زمان. إن شاء الله بإذن الله قريب جدا نطمئن عليه، وقريب جدا كمان نزوره في المستشفى ان شاء الله، ونطمن حضراتكم على الفنان الكبير نبيل الحلفاوي. دي كانت بداية مهمة جدا وواجب مننا تجاه شخص يعني مكرس وقته وحياته من اجل الاهلي وجمهور النادي الاهلي. طيب ده واحد. اتنين، فريق النادي الاهلي خلاص سافر قطر، وشفنا امبارح الاستقبال العظيم من جماهير النادي الاهلي، قدر الامكان قدرت طبعا حسب المستطاع في الامور اللوجستيه وفكره الاستقبال، طبعا هناك في اجراءات مشدده في مساله استقبال الفرق، فالامور يعني كانت ماشيه بسياق معين، ولكن بالتاكيد بنتمنى التوفيق باذن الله لكل الساده المنظمين. ولكن جمهور الاهلي امبارح صنع الحدث سواء في مطار حمد الدولي او حتى عند مقر الاقامه، شفنا مشاهد عظيمه جدا، شفنا سيده اهلاويه ازاي بتنده على الفريق وبتشجعهم وبتلوم البطولة دي تاريخية بعد بطولة اليابان، فرصتنا في الدوحة وفي قطر عشان نحقق إنجاز في المونديال، يعني تنده على قفشة، تنده على كهربا، تنده على إمام عاشور، تنده على كل لاعب في لاعبي النادي الأهلي. فبالتأكيد المشاهد دي بتحرك، مش هقول بتحرك المياه الراقدة، ده بتحرك المشاعر من جواك عشان تقدر تنزل وتلعب ويعني تاكل النجيلة عشان تسعد كل الجماهير اللي دايما موجودة معاك في كل مكان، واللي بإذن الله هتملأ جانبات استاد ملعب 974 يوم السبت المقبل. النهارده الفريق في البرنامج الزمني بتاعه النهارده في اول يوم كان فيه فطار الصبح الساعه 11، بعد كده اتحركوا لملعب التدريب ملعب الارسال، كان التدريب حوالي الساعه 2:30، وزي ما انتم شايفين طبعا على الشاشه دي لقطات خاصه من نزول فريق النادي الاهلي في الملاعب الفرعيه المخصصه لفرق المونديالتو، فرق اللي بتشارك في بطوله كاس انتر كونتيننتال. بالنهارده كان تدريب النادي الاهلي حوالي الساعه 3 عصرا بتوقيت قطر، 2 الظهر بتوقيت القاهره، عشان اول تدريب لفريق النادي الاهلي في ملعب الارسال، ملعب تدريب على اعلى مستوى. حتى الحافله اللي احنا شايفينها، ايه الجمال ده وايه الشياكه دي، اللون الاحمر، اسم النادي الاهلي، شعار النادي الاهلي، نادي القرن في افريقيا، نسر الاهلي بيغرد منفردا كملك متوج على عرش القاره الافريقيه، في جنب جنبات بالتأكيد ملاعب التدريب، وفي استاد 974 وبإذن الله كمان في استاد لوسيل. زي ما انتم شايفين طبعا كمان ده ملعب التدريب حاجة يعني بروفيشنال، ويعني ملعب على أعلى مستوى، بساط أخضر مستوي
بنشوف بقى يعني الامكانيات الفنيه لكل لعيب بيقدر يظهر بيها من خلال هذه التدريبات اللي بنشوفها ان شاء الله ابتداء من اليوم وحتى موعد المباراه باذن الله يوم السبت اللي جاي. طبعا النهارده الفريق مسافر ب 28 لاعب، في 26 لاعب خلاص اتسجلوا رسمي على السيستم بتاع الفيفا، والنهارده الاتحاد الدولي زي ما احنا شايفين طبعا بالتاكيد خلاص اعلن قائمه الاهلي المسجله 26 لاعب، ولكن في نفس الوقت عندك 2 لعيبه زياده عشان لا قدر الله لو في اي اصابه لا قدر الله يعني قبل موعد المباراه ب 24 ساعه تقدر تعمل استبدال بالنسبه للفريق. طبعا النهارده التدريب الحمد لله مر بسلام، بنطمنكم على كل عناصر الفريق الحمد لله الامور كلها ماشيه بشكل كويس جدا. الجهاز الفني بعد ما انتهى من التدريب وعاقب الوصول لفندق الاقامه يعني في دقائق قليله جدا هيبداوا يتحركوا على ملعب 974 عشان يحضروا من داخل الاستاد ومن ملعب المباراه يشوفوا مباراه بوتافوجو البرازيلي مع باتشوكا المكسيكي، المباراه اللي ننتظر فيها الفائز عشان يواجه الاهلي باذن الله يوم السبت اللي جاي في مباراه على كاس التحدي. الفائز من درب الامريكتين هيكون جاهز لمواجهه الاهلي على مباراه كاس التحدي، والفائز باذن الله هيواجه ريال مدريد على كاس فيفا انتر كونتيننتال. وشفنا امبارح الفيفا اعلن عن كاس البطوله سواء لكاس التحدي او درب الامريكتين، وهي القصه كلها بتتلخص في الكوره اللي فوق الكاس تقدر تستلم امتى، دي لما تكون بطل كاس القارات الثلاث، تلعب على درب الامريكتين بيبقى شعار امريكا الشماليه والجنوبيه، تلعب كاس التحدي بيجمع كل القارات دي ما عدا قاره اوروبا على كاس هذه البطوله، ثم بعد ذلك المباراه الاخيره والختاميه على كاس انتر كونتيننتال كاس الفيفا المجمع لكل هذه المباريات وهذه البطولات اللي هتقام بشكل سنوي. شايفين بقى قفشه دي الكوره الجديده يا جماعه، زي ما انتم شايفين دي الكوره اللي الاهلي والفرق كلها هتستخدمها في البطوله، ويمكن تم استلام حوالي اكتر من 30 كوره لكل افراد الجهاز الفني واللاعبين عشان يكونوا معاهم هذه الكرات من اول يوم من دي 1 من النهارده لغايه اليوم الختامي. كوره عليها بقى شعار الفيفا انتر كونتيننتال، شايفين قفشه بقى والتحركات واللمسات وبيعين الكوره هو والكابتن سامي قمصان بيقولوا بقى لما اجي اسدد اسدد من هنا ولا شوط من هنا، طب لما هتسمع في الجون هتيجي منين؟ كابتن سامي بقى بيشوف الكوره فيها هوا شويه ولا الكوره مظبوطه؟ اكيد طبعا 100% مظبوطه يا كابتن سامي، لكن طبعا الحاجات اللي زي دي مهمه جدا للعيبه، الادوات دي مهمه جدا لاي واحد في الجهاز الفني او اللاعبين. كمان من اللقطات الطريفه الجميله اللي احنا بنشوفها دايما اللعيبه بعد ما بتخرج من ملعب التدريب في جاليه مصريه وفي جماهير اهلاويه بيبقوا حريصين يلتقطوا صور تذكاريه يسلموا على اللعيبه، لكن طبعا في سياج الفيفا محدده عشان ما بيبقاش في اختلاط ما بين الجماهير مع الاجهزه الفنيه واللعيبه، ولكن قدر الامكان بتحاول اللعيبه والجهاز الفني من بعيد كده تقرب شويه من الجماهير وتسلم على جماهيرها وتسلم على الاطفال والاسر اللي بتبقى بالنسبه لهم فرحه وعيد لما الاهلي بيسافر. انا شفت ده في قطر وشفته في السعوديه وشفته في الامارات، حاجه بتبقى ممتعه وبتدي دفء كده ومشاعر دفء عند اللعيبه والجهاز الفني وهم داخلين على بطوله، خاصه لما بيكون بيلعبوها خارج مصر، والممتع لما بتلعب في دول الخليج العربي تبقى حاجه يعني مش عايز اقول لكم عيد وطني لكل الجماهير المصريه اللي موجوده هناك بمختلف انتماءاتها او تحديدا جماهير النادي الاهلي. طبعا زي ما انتم شايفين دي كواليس التدريب النهارده، يمكن بعد التدريب مباشره الفريق اتحرك من فندق الاقامه او من سوري من ملعب التدريب عشان يرجع على فندق الاقامه. النهارده في محاضره وفي كذا حاجه الجهاز الفني محضره، ولكن الجهاز الفني مجرد ما وصل فندق الاقامه بيحضر نفسه دلوقتي عشان يطلع على الملعب، لان بعد اقل من ساعه مباراه بوتافوجو البرازيلي مع باتشوكا المكسيكي. وزي ما انتم شايفين النهارده بالتاكيد المسافه قريبه جدا من ملعب التدريب لفندق الاقامه، بنتكلم في 10 دقائق ربع ساعه، فالامور الحمد لله ماشيه بشكل سلس جدا. النهارده كمان بالمناسبه حمدي فتحي كان متواجد النهارده في فندق الاقامه، وكان حريص ان يعني يحيي زمايله ويكون موجود مع زمايله. حمدي فتحي يمكن خرج من النادي الاهلي طبعا لعب في الدوري القطري الفتره الاخيره فوحشته زمايله اللعيبه، طبعا في لعيبه دوليين كانوا معاه في المنتخب، ولكن فرصه النهارده الفريق موجود في قطر ففرصه ان النهارده كان بيزور الفريق صباحا والتقى بزمايله. لسه في زياره انا واثق طبعا لمحمود حسن تريزيجيه، لسه في زياره بالتاكيد لاكثر من لاعب، احمد عبد القادر كمان متواجد في الدوري القطري هو معار حاليا من النادي الاهلي هيكون كمان مع الفريق في الفتره اللي جايه، ولكن زي ما قلت لحضراتكم فرصه طيبه جدا ان نجوم النادي الاهلي حمدي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه واحمد عبد القادر الثلاثه يكونوا موجودين مع النادي الاهلي، واكيد بيتمنوا
فوز الاهلي وتاهله للمباراه الختاميه. النهارده كمان المهندس خالد مرتجي امين صندوق مجلس اداره النادي الاهلي والمكلف باعمال نائب رئيس النادي، وهو كمان له دور مهم جدا في هذه البطوله كمنسق لبعثه فريق النادي الاهلي مع الفيفا. النهارده كان في زياره من وفد الاتحاد الدولي لمقر اقامه النادي الاهلي عشان يطمئن على كافه الترتيبات، زي الخاص بالفريق، الاعلانات الخاصه لزي الفريق، المقاسات المتعلقه باسم كل لاعب على التيشيرت. بصوا تفاصيل التفاصيل الفيفا بيركز عليها وبيشتغل عليها. النهارده كانت معاينه الملابس، مراجعه التصاريح والتسجيل، الاطمئنان على سلامه كافه اجراءات البعثه، عدم وجود اي مشاكل. الاجتماع ده تم بوفد مكون من الاتحاد الدولي مع المهندس خالد مرتجي بحضور حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وائل محمد ومحمد اسامه ممثلي الجهاز الاداري، واحمد الطوخي ممثلا عن اداره التسويق بشركه الاهلي لكره القدم. موجودين النهارده، اجتمعوا، اطمئنوا على كافه الترتيبات، وخلاص الاهلي دخل في تفاصيل البطوله. نتمنى التوفيق يا رب في التدريبات اللي جايه عشان تكون الفريق بالكامل في اتم الجاهزيه، ونستعد لخوض مباراه يوم السبت ايا كان مين الكسبان النهارده، سواء بطل البرازيل او حتى بطل المكسيك. عايز اروح لجانب تاني متعلق بقى بمشاركه النادي الاهلي ولكن في الكره الطايره. احنا دايما عندنا في كل قطاعات النادي، كره قدم، كره سله، كره طايره، كره يد، كله بيشارك في بطولات عالم. النادي الاهلي الحمد لله المؤسسه الرياضيه الوحيده في مصر اللي بتمثل البلد في كافه المشاركات والمسابقات الدوليه. ادينا اهو بنشارك في فيفا انتر كونتيننتال، بطوله دوليه للاتحاد الدولي. فريق الطايره امبارح لعب مباراه الافتتاح مع الفريق البرازيلي وكسبه 3-1، وده انتصار عظيم جدا لما تكسب فريق برازيلي على ارضه ووسط جمهوره في بطوله عالم. ده شيء كبير وشيء عظيم في ظل ان الاتحاد الدولي للكره الطايره فتره كبيره جدا ما كانش دايما بيعمل مشاركات للفرق الافريقيه، في ظل ان دايما الفرق الافريقيه بتبقى ضعيفه، فتكسب بطل البرازيل. النهارده ما وفقوش، كانوا بيلعبوا مع فريق فولاد سيرجان الايراني، خسروا 3-1، ولكن بنشد من ازرهم. فريق الطايره ان شاء الله في المباراه الثالثه يقدر يعوض ويكمل ان شاء الله في مشوار البطوله. يمكن طايره الاهلي فازت امس على فريق برايا كلوب البرازيلي 3-1، لكن النهارده كان في مباراه مع فريق سيرجان الايراني وخسرنا 3-1، لسه في مباراه ثالثه في اطار مباريات المجموعه. عموما دي كانت اطلاله سريعه كده بقربكم شويه من الاحداث والتفاصيل والكواليس في موضوعات مهمه جدا. النهارده كمان معانا فقره حواريه مهمه جدا. ليه؟ رايحين على مباراه يوم السبت، مباراه مهمه، عايزين نتكلم عن لغه الارقام. الاسبوع ده اتكلمنا في الصحافه، اتكلمنا في الفنيات، ولكن الارقام والتحليل الرقمي مهم عشان نعرف بوتافوجو ازاي بيستعد، ازاي ارقامه، ازاي ارقام باتشوكا، مين الاقرب لمواجهه الاهلي، مين الافضل الاهلي يواجهه. كل ده النهارده هنعرفه من خلال محللنا الفني والرياضي دكتور احمد ثابت اللي هينورنا ويشرفنا النهارده في الفقره الحواريه من برنامج الترند. لكن عشان وقت الحلقه بيجري بسرعه، نروح دلوقتي لسؤال حلقه النهارده. وسؤال النهارده عايز اعرف توقعات حضراتكم لنتيجه مباراه بوتافوجو وباتشوكا المكسيكي. الكل يدخل ويشارك معانا في الاجابه على هذه التوقعات، ان شاء الله هستعرضها قبل المباراه ما تنتهي ونشوف توقعات حضراتكم بالنسبه لهذا اللقاء. لكن نروح دلوقتي لاهم العناوين. البدايه في ترند الاهلي، بعثه الاهلي تراقب مباراه بوتافوجو وباتشوكا. وفي الترند المحلي، اتحاد الكره يقبل استقاله لجنه الحكام. وفي الترند العالمي، مرموش ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر نوفمبر. استعراض مباريات اليوم، النهاردة في مجموعة من المباريات ولكن على المستوى الدولي والقاري. نبدأ كأس القارات فيفا انتر كونتيننتال، ديربي الأمريكتين، الساعة 7 بتوقيت القاهرة على ملعب 974، مباراة ما بين بوتافوجو مع باتشوكا. نروح لدوري أبطال أوروبا، والنهاردة جولة جديدة، 8:15 أتلتيكو مدريد مع سولوفان بريتسلافا، في نفس التوقيت ليل مع شتوم جراتس النمساوي، الساعة 10 يوفنتوس مع مانشستر سيتي، بروسيا دورتموند مع برشلونة، بنفيكا مع بولونيا، أرسنال مع موناكو، ميلان مع سيرفينا زيفيزدا، فينورد مع سبارتاك براغ، وفي الختام شتوتغارت الألماني مع شانك بويز. بالتأكيد مشاهدة ممتعة ومتابعة مهمة جدا للعديد من المباريات التي تتلعب في هذا التوقيت. نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما ادخل في اي تفاصيل متعلقه بقى بالشان المحلي ونشوف اخبار جديده متعلقه بالنادي الاهلي، عايز ابارك للاشقاء في المملكه المغربيه بعد اعلان الاتحاد الدولي اليوم من خلال كونجرس الجمعيه العموميه بحضور كافه الاتحادات الاعضاء وبحضور رئيس الاتحاد الدولي السويسري جياني انفانتينو عن تسكيه ملف المغرب واسبانيا والبرتغال لتنظيم كاس العالم 2030. اخيرا الاشقاء في المغرب نالوا شرف تنظيم هذا الكاس وهذه البطوله الكبيره جدا عشان يكون اول بلد عربي افريقي ينظم كاس العالم. صحيح تنظيم مشترك، ولكن المملكه المغربيه هيكون ليها سعه كبيره جدا من المباريات والملاعب لاستضافه هذا الحدث الدولي الكبير. مبروك للاشقاء في المغرب، نتمنى باذن الله تنظيم على اعلى مستوى، وواثق كل الثقه وكل المصريين واثقين ان الاشقاء في المغرب هيكون عندهم قدره على تنظيم حدث استثنائي بعد اقل من 6 سنوات في تنظيم كاس العالم 2030، واللي بالمناسبه فيها يعني ظاهره مختلفه شويه. انتوا عارفين طبعا اي من الدول الثلاث قد يستضيف الافتتاح او النهائي، ولكن عشان هذه البطوله جايه بعد 100 سنه من اقامه اول نسخه كاس عالم 1930، فالاتحاد الدولي قرر ان الارجنتين وبروجواي واوروجواي هيستضيفوا مبارياتهم الافتتاحيه في دور المجموعات الجروب ستيج قبل الانتقال الى اسبانيا والمغرب والبرتغال لاستكمال باقي تنظيم مباريات البطوله. الان هناك بقى اتصالات ومساعي، ملعب المباراه النهائيه هيكون فين؟ سانتياغو برنابيو في مدريد ام سيكون في الرباط الملعب الجديد اللي بيتم انشاؤه عشان يسع لحوالي أكثر من 120 ألف مشجع. مبروك للأشقاء في المغرب، ده أولا. ثانيا مبروك للأشقاء في المملكة العربية السعودية على تنظيم كأس العالم 2034، ملف على أعلى مستوى. الاتحاد الدولي النهاردة وضع ثقته في الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنظيم كأس العالم بعد حوالي 10 سنوات. المملكة قادرة بإذن الله على تنظيم هذا الحدث الكبير. طبعا المملكة العربية السعودية هتستضيف هذه البطولة لوحدها. هذه البطولة مختلفة عن 2030، 2030 ثلاث دول، لكن 2034 المملكة العربية السعودية تستضيف كأس العالم لوحدها. وحسب معلوماتي قد يتم تغيير موعد البطولة عشان تقام في نفس الفترة اللي أقيمت فيها هذه البطولة في قطر عام 2022. مبروك للمغرب، مبروك للسعودية، دايما الدول العربية رائدة في استضافة الأحداث الدولية الكبيرة. والنهاردة ثقة الجمعية العمومية تزكية بالكامل سواء للملف الثلاثي او حتى لملف المملكه العربيه السعوديه. ده جانب كان مهم جدا لازم ابدا بيه النهارده فقره التوب نيوز، لان النهارده هو اهم خبر وابرز خبر حاليا متصدر ترند السوشيال ميديا. الخبر الثاني واللي بدا يعني في الانتشار من حوالي ساعتين ثلاثه، ان النهارده كان في اجتماع لاتحاد الكوره في اول جلسه رسميه بعد تزكيه مجلس المهندس هاني ابو ريده بالامس من خلال جمعيه عموميه لاتحاد الكوره وانتخاب مجلس جديد. النهارده تم اتخاذ يعني حوالي 15 قرار. انا مش هقرا كل القرارات طبعا، ولكن هقول لحضراتكم ابرزهم. اولا تكليف المدير التنفيذي بتقديم تقرير عن اي تعيينات او تعاقدات تمت في الشهور الستة الاخيره عشان يتم بحث قانونيتها وجدواها. ده واحد. بالمناسبه كمان تم توجيه الشكر لجميع لجان الاتحاد وتكليف الادارات بتسيير الاعمال بشكل مؤقت. الحاجه الثانيه وده خبر مهم جدا، قبول استقالة لجنة الحكام وتشكيل لجنة لإدارة شؤون التحكيم لحين تعيين خبير أجنبي. إذن اتحاد الكرة اتخذ قرار إن اللي جاي هيكون رئيس لجنة حكام خبير أجنبي، ولكن اتشكلت لجنة من مجموعة من الخبراء لإدارة الملف ده. يعني ما قالوش برئاسة مين، ودي نقطة مهمة جدا. اللجنة بتضم مين؟ كابتن وجيه أحمد، الكابتن هشام صلاح مصطفى، ويمكن أعتقد كابتن هشام كان بعد شوية عن عمل التحكيم من سنوات طويلة. آخر مرة أنا شفته أعتقد كان في لجنة الكابتن عصام صيام من سنوات، من حوالي أكتر من 10 سنين يعني. كابتن جهاد جريشة وجه جديد، دكتور عزم حجاج موجود في اللجنة من سنين، كابتن فهيم عمر كان عضو في اللجنة استقال اشتغل مدير كرة في الترسانة، وعلى حد معلوماته وكان لسه في النادي الترسانة من قريب، ودلوقتي رجع من تاني للجنة الحكام. مع تعيين الكابتن جيمس حنا مديرا ماليا للحكام وتكليفه بتقديم تقرير عن مستحقات الحكام بشكل عاجل. عموما مش هخش في تفاصيل، بس معلوماتي في ناس في اللجنه دي
ما كانوش يعرفوا ان هم جايين النهارده عشان يكونوا في لجنه حكام، وده بضع جنبها كده يعني علامه استفهام صغيره، مش كبيره، صغيره. في اسامي اتقالت النهارده في اللجنه دي او في التشكيل ده، وفي منهم ناس ما كانتش تعرف ان هي جايه. اتفاجئوا يعني بمعنى اصح، زينا زيهم كده. لكن عموما اللي هنشوف الفتره الجايه اهم حاجه يكون في خبير اجنبي، واي اسم من الاسامي اللي موجوده دي تستعد لان هي تشتغل مع الخبير الاجنبي. لان في اسم من الاسامي اللي موجوده امبارح كان بيقول انا ضد وجود خبراء اجانب. ده تصريح صوت وصوره. فهنشوف اللي هيحصل الفتره الجايه ونشوف ايه اللي هيتم في الفتره اللي جايه. طيب، تشكيل لجنه برئاسه الاستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد والسيد محمد ابو حسين عضو مجلس الاداره عشان يقدموا دراسه تفصيليه عن الموقف المالي للاتحاد. كمان لجنه ثانيه لمراجعه العقود فيها المستشار احمد حلمي الشريف والسيد طارق ابو العنين وهما الاعضاء الجدد في مجلس الاداره. تكليف الاداره الفنيه بتقديم تقرير على المنتخبات الوطنيه مرفق بها التزاماتها خلال الفتره المقبله طبقا للاجنده يعني، وذلك لعرضه على اللجنه الفنيه عقب تشكيلها، بالاضافه لعرض ما تم بخصوص مشروعات الاتحاد الدولي وبرامج التطوير. سيد بخيت رجع من تاني مدير اداره المسابقات. السيد وليد درويش حاليا عضو المجلس بيدرس عرض يعني موقف مسابقات المراحل السنيه المختلفه. بنبارك للزميل العزيز والاستاذ اسامه اسماعيل عودته للعمل مديرا لاداره الاعلام، وهيقدم تصور لاحتياجات الاداره للفتره المقبله مع تكليفه بالقيام بدور المتحدث الاعلامي للاتحاد، ودي نقطه مهمه جدا. وفي تنبيه على جميع المنتمين لاتحاد الكره في اداراته المختلفه ولجنه وفروعه في كل اللجان والفروع بقى والمنتخبات الوطنيه ايضا بعدم الظهور او الحديث لوسائل الاعلام دون اذن مسبق. وبالنسبه للكره النسائيه بنبارك للزميله العزيزه ايناس مظهر على تكليفها كعضو للمجلس في اتحاد الكره، والنهارده بقى عندها مهام مهمه جدا هي والسيده هيام بركه عشان يشوفوا نشاط الكره النسائيه بجميع مستوياته. نتمنى لهم التوفيق في المرحله اللي جايه. بالمناسبه كمان في اطار الكلام يعني على بطولات العالم، كان في كلام طلع على ان في امكانيه ان كاس العالم 2029 للانديه يتنظم في امريكا. انا معلوماتي ان المغرب عايزه تنظم مونديال الانديه 2029. فالنهارده فوزي لججع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لما ارى تصريحات نزلت في الصحف البريطانيه على ان امريكا ممكن تنظم تاني كاس العالم 2029 على مستوى الانديه، قال الكلام ده مش حقيقي، احنا هنطلب التنظيم، ولغايه دلوقتي لسه الفيفا ما حددتش مين اللي هينظم نسخه 2029. طبعا هو بيتكلم مش بصفته رئيس الجامعه الملكيه، هو عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي، فهو صاحب قرار على الترابيزه ويقدر يقول لك في طلبات ما فيش طلبات، مين هينظم مين مش هينظم. دي كانت ابرز التفاصيل. قبل ما اطلع لفاصل في دقيقه صغيره كده، النهارده جالي رساله من مشجع مش اهلاوي بيسالني بيقول لي هو ليه دايما وانتوا كسبانين ومتفوقين والمدربين كسبانين كل حاجه ما بنشوفش عرض مثلا لمارسيل كولر، او كولر بيقول للاهلي انا مش هكمل عندي عرض بره او كده او كده. الرد كان سهل وبسيط، حتى الموضوع ده لو هيتسال كتير الفتره اللي جايه في وسائل الاعلام، لان خدوا بالكم الناس على السوشيال ميديا لما بتطرح تساؤلات زي دي بتطرحها نتيجه ان في بعض الزملاء الاعلاميين بيكتبوا على اكونتاتهم او على صفحاتهم تفاصيل زي دي، يقول لك كولر بانجازاته دي كلها ما بيجيلوش عروض. مين قال لك ما بيجيلوش عروض؟ بيجيله عروض، بس كولر هيمشي ليه؟ اولا بياخد مرتب كويس جدا من النادي الاهلي، ممكن ما يلاقيش زيه في اي مكان تاني عشان ده ايمج وبراند النادي الاهلي، ده واحد. اتنين بيكسب مع النادي الاهلي كل البطولات، فايه اللي يخليه يمشي؟ الحاجه الثالثه بيلعب مع الاهلي كاس فيفا انتر كونتيننتال، عنده مونديال الانديه في امريكا، مرشح ضمن ابرز المديرين الفنيين على مستوى افريقيا كافضل مدير فني في سباق ومنافسه مع الاتحاد الافريقي في جائزه ذا بيست اللي هتنظم يوم الاثنين الجاي في مراكش. والاهم من كل ده الصفقات واللاعبين والتعاقدات طلباته كلها مجابه. الراجل مرتاح. جات له عروض؟ جات له عروض. وجات له عروض من اوروبا على فكره. وجات له عروض من اوروبا، وجات له عروض من انديه خليجيه. ولكن لما تحط النادي الاهلي في كفه مع اي مكان اخر اكيد كفه الاهلي اتقل شويه. ليه؟ لكل العوامل اللي انا قلتها. اداره، مؤسسه، نظام، بطولات، انجازات. هتلاقي فين كل ده وتقول سلام عليكم اكيد. وبعدين كولر لما بيجيله عرض بيجيله عروض من فرق كبيره، مش من فرق ممكن تكون لسه بتنافس على البقاء او فرقه عايزه تطلع تلعب في الدوري المحترفين في اي دوله عربيه شقيقه. فالامر مختلف، محدش يعقد مقارنات.
مدرب الاهلي بيجي له عروض، بس المطبخ والاتموسفير اللي هو فيه مختلف عن اي مكان تاني، فطبيعي يجدد ويقعد. عنده كاس عالم يا جماعه بعد سنه، هو في حد ممكن يسيب الاهلي وهو عنده كاس عالم؟ استحاله. وبعدين دلوقتي عنده خطوه وممكن يواجه ريال مدريد للمره الثانيه، مش للمره الاولى مثلا في تاريخه، ده للمره الثانيه، لانه لاعب ريال مدريد قبل كده لما كانت البطوله في المغرب. فمين يسيب الاهلي في فترات زي دي، او مين يمشي من الاهلي في مراحل عظيمه زي دي؟ بلاش اي حد عنده مشاكل شخصيه يصدر كلام على السوشيال ميديا يخلي الجمهور يقعد يسال. ما هو بتيجي عروض لعيبه الاهلي زي اي فرقه تانية، ولكن في الاهلي الوضع مختلف. انت قاعد متنغنغ بمعنى صح، مش فلوس بس، حب الناس، البطولات، الانجازات، يسيب كل ده عشان ايه؟ ولا حاجه. عشان كده الامر مختلف والوضع مختلف. دي كانت رساله مهمه جدا كان لازم نشرحها للشباب الصغير عشان ما يروحش مع السياق اللي البعض النهارده هيحاول يصدره عشان يداري على اخطاء موجوده عنده، فعلى طول دايما يرمي الكوره في ملعب الاهلي او جمهور الاهلي او حتى من خلال السوشيال ميديا في المنصات المختلفه. فاصل، وبعد الفاصل دكتور احمد ثابت، فقره حواريه مهمه جدا هنتكلم فيها بلغه الارقام، والنهارده بصراحه احمد ثابت محضر شويه تفاصيل هتعجبكم. فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه مع دكتور احمد ثابت اللي هنتكلم معاه في تفاصيل مهمه جدا ليها علاقه بقى بالتحليل الرقمي، فريق باتشوكا المكسيكي، فريق بوتافوجو. المباراه خلاص يمكن على وشك البدايه بعد اقل من 13 دقيقه، هنتكلم في تفاصيل مهمه جدا، ومعانا بعض اللقطات النهارده دكتور احمد اختارها كده عشان نعمل فقره اكيد باذن الله هتنال اعجابكم. لكن في البدايه برحب بدكتور احمد معانا في برنامج الترند. نور الدنيا يا دكتور احمد. تحياتي ليك يا محمد، ودايما متالق كده ومكسر الدنيا. اخبارك ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله تمام. طيب هبدا معاك اولا كالعاده، اكتساح جماهير الاهلي اللي بتضع ان النادي الاهلي متفوق في جايزتين جلوب سكر للافضل، شايف الموضوع ده ازاي؟ واكتساح التصويت من خلال جماهير النادي الاهلي في الفئه والنسبه المحدده من اداره وجائزه جلوب سكر. في البدايه طبعا تعظيم سلام لجمهور النادي الاهلي، دايما في اي استفتاء تلاقي جمهور الاهلي بيرشح النادي الاهلي، ودي حاجه برضو بتبين لك الشعبيه، ان شعبيه النادي الاهلي هي الاكبر في الوطن العربي، ان ده مش كلام بيتقال، بيبان في الاستفتاءات. استفتاء زي جلوب سكر ده، يعني الاستفتاء اللي كان صعب قوي اللي هو بتاع الشرق الاوسط، كان المنافس النادي الاهلي اخد 29.6%، ده استفتاء بالمناسبه الجماهير، يعني الجايزه 20% منها جمهور ولسه 80% منها عشان النادي الاهلي ياخدها راي النقاد الرياضيين والمحللين والاعلاميين. ف20% بتوع الجمهور النادي الاهلي دايما بيكتسح فيهم. النادي الاهلي اخذ 29.6%، بعد كده الهلال السعودي 26.6%، بعد كده العين الاماراتي 22.8%، بعد كده النصر السعودي 20.9%، يعني قدامنا اهي النسبه. فانت المنافسه الفرق العربيه النادي الاهلي دايما بيتفوق بفضل الجمهور في الاستفتاءات، دايما بيتفوق، يعني الاهلي، العين، الهلال، النصر. طبعا الاهلي اكتسح الاستفتاء ده، وبعد كده برضو افضل نادي في العالم النادي الاهلي كان الاول 32.9%، بعد كده ريال مدريد 27.4%، بعد كده اللي كان خدها الاهلي قبل كده، دي الجائزه اللي كان اخدها السنه اللي فاتت بالظبط. ان شاء الله السنه دي باذن الله ناخد حتى جائزه منهم باذن الله. فدايما كده دي حاجه برضو بتدعو دايما للرعاه والحاجات دي، ان دايما الرعاه لما بيشوفوا النادي الاهلي دايما بيتصدر الاستفتاءات، دايما بيتصدر الجوائز، اكيد بتفرق كمان تسويقيا، خاصه ان احنا داخلين بقى على انتر كونتيننتال وداخلين على كاس عالم، بتزود كمان من التسويق بتاع النادي الاهلي. بمناسبه اكتساح جمهور الاهلي في الاستفتاء، رايك كيف استقبال الجمهور امبارح للفريق في المطار في قطر، سواء عند مطار حمد في اول الوصول او حتى في فندق الاقامه؟ مستنيينها من زمان، من ايام اليابان، فرح شعبك يا اهلي. دي يعني بصراحة دور جمهور الأهلي جمهور عظيم، دوره يعني دايما، احنا كسبنا العين الإماراتي 80% من فوزك على العين الإماراتي كان جمهور الأهلي في استاد القاهرة. مظبوط، هم حتى العين قال كده. لعيبة العين أصلا، يعني أنا كنت بتكلم في الفنيات ليلة المباراة وبحلل لما بشوف الاستاد بتلاقي أجواء تانية خالص، بتلاقي لعيبة نازلة مخضوضة، ما اللعيبة دي بتنزل مخضوضة من شكل الجمهور والحماس الجماهيري وجمهور الأهلي. فعلا 80% من فوز النادي الاهلي على العين الاماراتي كان بسبب جمهور الاهلي. دور جمهور الاهلي بتروح اي حته، قطر، المغرب، تونس، الجزائر، حتى في افريقيا، حتى بره مصر،
في اي حته خارجيه في اوروبا بتلاقي جمهور الاهلي متواجد، فدور جمهور الاهلي في كل مكان. ف والمشجعه اللي كانت موجوده امبارح عند المطار المشجعه بقى دي بصراحه دي احسن لقطه في الاسبوع ده، يعني لو هي الفيديو لقطه البطوله بصراحه. لقطه البطوله، او ان شاء الله الفيديو ده يوصل للعيبه واتمنى ان هم يكونوا شافوه هم وبنعرضه شافوها عليهم. امبارح في المطار على فكره، وكان في تفاعل حتى من امام كهربا وامام وكهربا عاشور، اهو الفيديو قدامنا على الشاشه. ما تيجي نسمع؟ طيب تعال نسمع يا جماعه. اهو التفاعل حتى. شوف حتى تفاعل اللعيبه معاها ازاي، كهربا وامام عاشور ورايحه بتيشيرت الاهلي وصوتها مسمع في المكان ومبسوطه فرحانه. رابطه الاهلي كمان في قطر عامله شغل محترم قوي من بدري، من قبل البطوله بشهرين قبل ما يسافروا الانتر كونتيننتال بيتجمعوا وعاملين تدريبات، وحتى لما في المطار قالوا لهم انتوا مش هينفع تروحوا تستقبلوا الفرقه لاجراءات امنيه، راحوا استقبلوا البعثه في ناحيه الفندق، وشفت الموتوسيكلات وحاجات، يعني كان الشكل كانت العام زفه زفه كانت هناك زفه. عند الشكل الاوتيل. العام تحس ان في فرح وجود النادي الاهلي امبارح في قطر بالتواجد الرابطه، رابطه الاهلي في قطر، كل التحيه ليهم، وان شاء الله ان شاء الله يكونوا هم سر الانتصار، زي ما كنتوا جمهور الاهلي في استاد القاهره كان السر في انتصار الاهلي 80% من قوه الاهلي على عين الامارات، ان شاء الله يكسبونا باذن الله يوم السبت كاس التحدي. ان شاء الله. طيب مجرد ما الاهلي وصل قطر، التغطيه الاعلاميه والكلام على النادي الاهلي، وشفنا امبارح يعني محلل لبناني بيتكلم على الاهلي كويس جدا، محلل جزائري، انت بتتكلم فيصل الهجري وطارق مكور وفادي العمري وايمن جاده الاعلامي السوري القدير اللي انا دايما بسعد بسماع صوته حتى في الناريشن او التعليق الصوتي على اي تقارير او حتى تقديم الاستديوهات التحليليه، يعني اعلامي سوري من الطراز الفريد. لما تسمع الاراء وهم بيتكلموا على الاهلي ومحللوا قناه الكاس اللي عندها الحقوق بالتاكيد واستوديو خاص عن استقبال النادي الاهلي. انت حضرتك قلت لبناني جزائري سوري، طبعا يعني كل التحيه ليهم، بس اللي يزعل هنا القنوات المصريه، المصري او القنوات، بعض القنوات المصريه مش بتدي النادي الاهلي حقه زي ما القنوات العربيه بتدي النادي. شوفوا ده يا هم مش جماعه شايفين الحدث اصلا. شوف القنوات العربيه يا محمد بتتكلم عن النادي الاهلي ازاي. شوف يعني اللبناني فادي العمري بيقول ايه، بيقول الاهلي المصري سيد قاره افريقيا وشعبيته طاغيه في كل البلاد العربيه. هاي قال التصريحات لك ايه؟ معانا على الشاشه. على الشاشه. بصراحه كل التحيه لقناه الكاس لانها عامله تغطيه ممتازه برضو للبطوله. الاهلي عايز حلقات عشان نتكلم عنه، الاهلي مش بس نادي القرن، الاهلي سيد الكره السمراء وعملاق الكره في الشرق الاوسط، الاهلي شخصيه كبيره دخلت بيت كل عربي وانا من ضمن هذه البيوت، ثقتنا كبيره بالاهلي، الاهلي بمنحدر. ده كلام فادي العمري، ده لبناني. هات اللي بعدها، بص على طارق طارق. مكور اللي هو الجزائري، ده كان بيقارن الاهلي بريال مدريد، بيقولك ان الاهلي المصري فخر العرب وافريقيا وبيوازي ريال مدريد في بطولاته، وقال ان لا يوجد في العالم غير فريقين بس عندهم ثقافه الفوز فقط، الاهلي وريال مدريد. قال كمان ان انا زرت النادي الاهلي من قريب، والاهلي مش بس 11 لاعب في الملعب، لا ده الاهلي اداره وملاعب ورعايه واكاديميات، الناس لازم تتعلم من هذا النموذج النجاح من النادي الاهلي، يعني ارقامه كرويا خياليه. هات اللي بعده برضو، الاعلامي طبعا الشهير ايمن جاده الاعلامي السوري اتكلم ان النادي الاهلي من اكبر الانديه في العالم شعبيه وجماهيريه، وكان بيتكلم على شعبيه وجماهيريه النادي الاهلي. ده اتكلم على نسبه كمان، قال لك 70 80% في الجماهيريه، في وبرضو الجماهيريه. وكان في الاعلامي برضو معاهم، يعني كان في اعلامي تاني برضو، هو ده كان في اعلامي برضو، يعني كذا حد اتكلم على، فكل التحيه بصراحه ليهم في قناه الكاس، اتكلموا بشكل كويس قوي عن النادي الاهلي لتغطيه بصراحه. وصول النادي الاهلي. طب كل الكلام ده كويس قوي. طيب الاهلي بقى عنده مباراه في نصف نهائي كاس الانتر كونتيننتال، والاداء هيكون ازاي يوم السبت؟ الأداء أنا بشوف إن لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني بيتحولوا في الماتشات المونديالية دي، بيتحولوا للأحسن. يعني إحنا برضو قبل ماتش العين كنا مقلقين شوية إن الأداء قبلها ما كانش أحسن حاجة، في ماتش العين شفنا أداء نموذجي، يعني كان ساعتها كنا متعادلين مع الزمالك في ركلات وكسبناهم بركلات ترجيح، وكنا خسرنا برضو السوبر اللي قبله وبعدين رحنا لعبنا العين. فالنادي الأهلي في كأس العالم بيبقى شكل تاني، سواء بقى التركيز بيزيد، دوافع مختلفة، الدوافع مختلفة، التركيز بيزيد بشكل كويس جدا، العامل النفسي، التحضير قبل البطولة، بتحس ان التحضير سواء للعيبة او المدرب كمان بيبقى التحضير احسن، المذاكرة بتبقى اكتر، الدوافع بتاعتك اكتر. فنفسيا انا بشوف ان النادي الاهلي في البطولات ما تخافش على الاهلي في الماتشات الكبيرة، حتى لما كنا بنلعب ريال مدريد
عملنا رغم ان احنا خسرنا، بس عملنا ماتش من احلى الماتشات للنادي الاهلي ككوره. صحيح، النادي الاهلي كوره بيقدم قدام الفرق الكبيره، بتلاقي اللعيبه بتلعب اللي عندها. لعبنا فلامينجو قبل كده، لعبنا فلومينينزي، فلومينينزي ده اللي احنا خسرناه يعني، كان ضيعنا فرص كتير. فانت في الماتشات الكبيره ما تقلقش على الاهلي. طب ايه اللي يخاف او ايه اللي الاهلي يخاف منه؟ اللي الاهلي يخاف منه في بالنسبه لفريق بوتافوجو مثلا؟ بالنسبه لفريق بوتافوجو، ما انت هتلاعب واحد من الاثنين اللي هيلعبوا دلوقتي، الكسبان ولا يلعب الاهلي. احنا عندنا فرقتين طبعا. فرقه بوتافوجو هي الاقوى وهي المرشح الاكبر، حتى النهارده في التشكيل مريحين 4 لعيبه. ليه؟ لان هم واصلين قطر، خدوا حوالي 16 ساعه طيران ووصلوا قبل الماتش بيوم. فالمدرب بتاعهم ذكي، بيعمل تدوير وعارف ان باتشوكا، طبعا باتشوكا برضو فرقه يعني نوعا ما بوتافوجو اقوى منها بكتير، حتى القيمه التسويقيه فرق كبير جدا. فمريح 4 لعيبه ومثبت 6، يعني مثبت الباقيين كلهم، مغير 4 لعيبه بس عشان يحافظ على القوام الاساسي ويبدا يعمل تدوير ويدفع بيهم في ماتش الاهلي. اللي قلق منه في لو لعبنا بوتافوجو الضغط بتاعهم، الضغط الضغط العالي اللي بيعملوه. ما عندهم لياقه بدنيه عاليه قوي. انت عندك مشكله في تحضير الهجمه من تحت، في بناء الهجمه، مشكله فنيه يعني. منذ رحيل عبد المنعم وعلي معلول، الخروج بالكره عندك في نوعا ما في مشكله. فانت بتقابل بكره فرقه على مستوى الضغط، الضغط بتاعها منظم جدا والضغط العالي يعني وشرس جدا وقوه بدنيه رهيبه. لو استعرضنا صور الحالات الفنيه اللي هي بتاعت بوتافوجو، اللي هي عاملين احنا صور كده حالات فنيه لبوتافوجو، اوكي، هتلاقي شوف الاجوان اللي جابوها، شوف الضغط المنظم بيضغطوا، هتلاقيهم بيضغطوا اهي. بص الاجوان، ده الجونين اللي جابوهم في المباراه الاخيره اكيد قدام ساو باولو البرازيلي في الدوري. بص هنا محمد الضغط، بص تلاقي 2 رايحين على الاثنين المساكين واثنين لسه جايين ورا، فالضغط بتاعهم بيبقى نموذجي. انت مضايقين المساحات على فكره، وبيضايقوا بيضايقوا المساحات بشكل كويس جدا. والضغط، انت النهارده عندك رامي ربيعه وياسر ابراهيم. هنا السؤال، انا كمارسيل كولر هفكر ازاي ان انا اتعامل مع فرقه بوتافوجو دي في الضغط؟ هو كده مش مديك مساحه انك تبدا تمرر من تحت تبني. فانت لازم المدرب مارسيل كولر في الفتره دي اكيد بيفكر ازاي انا هتعامل مع الضغط ده. هل انا هبدا بثلاثه في وسط الملعب بحيث ان انا مثلا اعمل عمليه بناء الهجمه بشكل كويس؟ انت عندك كوكا، عندك مروان عطيه، عندك امام عاشور في وسط الملعب بيقدروا عمليه البناء الهجمه. بص هنا لما اتقطعت الكره، اتقطعت ارتدت بجون، كمل هات الصوره اللي بعدها. هنا ارتدت التحول، يعني عملوا ضغط كويس جدا وتحولوا وتحول سريع بشكل كويس جدا، لان هم عندهم قوه بدنيه من اقوى الفرق على المستوى البدني، فرقه بوتافوجو البرازيلي. ما ياثرش فيهم الكم الماتشات اللي اتلعبت الكتير الفتره الاخيره دي مع ريحه سفر؟ هو مريح النهارده 4 لعيبه، مريح 4 لعيبه. بص اللي جاب الجون، اللي هات الصوره اللي قبلها ثانيه واحده، هتلاقي سافارينو ده اللي هو اللي جاب الجون التسقيطه ده، اللوب ده مش موجود النهارده، ده مريحه. مريحه النهارده فنزويلي، من احسن اللعيبه، من احسن صنع الالعاب بتاعه. هات اللي بعدها، ده بص الضغط، ده الجون الثاني، بص الضغط على حارس المرمى. فانا بتخيل بس معاك الشناوي، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، انا هتعامل ازاي مع الضغط ده ومارسيل كولر؟ هل هبني على طرف من الاطراف سواء معلول او عمر كمال او اكرم توفيق ناحيه اليمين؟ هل هلعب بثلاثه في وسط الملعب يبقى يديك النوع زي ما عملت في ماتش اتحاد جده قبل كده، ورحت بادئ مثلا بكوكا ومروان عطيه ويبقى معاهم امام عاشور؟ ما هو النهارده الجهاز الفني هيتفرج على الفريق ده في الملعب، فاكيد من خلال متابعته بقى، بس هيضع في الاعتبار برضو ان في غيابات موجوده، ان في 4 لعيبه مريحين من الاساسيين، بس اكيد هيبقى نفس الفكر. انت اللي قلق منه حته الضغط، ازاي كولر هيتعامل مع ده اللي لازم يفكر فيه في خلال اليومين دول، هتعامل ازاي مع الضغط ده وازاي احل ده؟ طيب هات اللي بعدها، بص الضغط لما ضغطوا الحارس غلط، فاللعيبه في وسط الملعب اتقطعت، ارتدت بجون على طول. لان بص الكثافه العدديه يا محمد جوه منطقه الجزاء، 1 2 3 4 5، 5 لعيبه من بوتافوجو رايحين ناحيه المنطقه، انتشار وكثافه وضغط، ضغط وضغط وانتشار بشكل كويس جدا. لانها لو عدت واحده منهم ده برضو خلي بالك يقول لك ايه، ان الهجمات المرتده اللي عليهم هتعمل لهم مشاكل طبعا، لان هم بيندفعوا. فهات اللي بعدها برضو، هنا ارتدت بجون. هو هنا المباراة دي كانت مع مين؟ ساو باولو، اللي هي المباراة الأخيرة. الأخيرة في الدوري البرازيلي. في الدوري البرازيلي اللي هم كسبوها 2-1. كانوا اتقدموا بواحد وبعدين رجعوا. هو الإيقاع بتاعه ثابت أيا كانت البطولة أو أيا كانت المنافس. ماشي، في صور تانية؟ منها بقى نطلع على تشكيل الأهلي اللي ممكن تشوفه كحل. بالشكل ده الأهلي لو أنت في رؤيتك تشكيل تاني يبدأ بيه ماتش السبت اللي جاي، ولا شايف الأهلي ممكن يلعب إزاي؟
الاهلي ممكن انا عامل التشكيل، يعني ممكن ده هو يكون معانا على التشكيل، الشاشه. التشكيل اللي ممكن نشوفه كامثل نتكلم فيه، ان مثلا طبعا طريقه اللعب انا بشوف ان لازم ثلاثه في وسط الملعب، ما ينفعش ان انا في ماتش زي ده احط امام معلقه جنب وسام ابو علي. ليه؟ لان انا اصلا عندي مشكله في بناء الهجمه، وفرقه بتضغط عليا ضغط عالي، فانا محتاج ان انا اول حاجه في حراسه المرمى محمد الشناوي طبعا هو الاكثر خبره والقائد، وكمان مصطفى شوبير مش موجود، الاثنين المساكين ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. اشرف داري كنت اتمنى ان هو يجهز في الماتشات اللي فاتت، ان اشرف داري كان هيديك حل ان هو عنده بناء الهجمه من تحت بشكل كويس، للاسف ما كانش بس لسه. ياسر عمل ماتش اورلاندو، انا اديته رجل المباراه، ياسر ابراهيم عمل ماتش اورلاندو كان هايل، فداخل فيت ان شاء الله الماتش الجاي. ففت، ورامي ربيعه في فورمه كويسه، فانت عندك ياسر وربيعه عاملين شكل كويس. طب او بالضغط ده تبدا باكرم؟ ابدا باكرم لسبب ان انا هم عندهم الجناحين يعني قويين جدا على مستوى المهاري، يعني انت عندك مثلا الجناح اللي هو لويس هنريكي اللي هو البرازيلي ده بيلعب في منتخب البرازيل اصلا دولي اللي هو رقم 7، والجناح الثاني تيجو المادا ده ارجنتيني الله اكبر. فبيلعب في منتخب الارجنتين برضه. انت بتلعب مع لعيبه دوليه. فانت النهارده تيجو المادا ده هتحط له، هو مريح النهارده، فانت لازم احط له واحد اكرم بدني. توفيق بدني اكتر وبيدافع بيقفل الجبهه دي بشكل كويس. الناحيه الثانيه يحيى عطيه الله، الثلاثه اللي في وسط الملعب مروان طب عطيه. قبل ما نكمل بقى نص الملعب لان محتاج اطلع فاصل، تمام، هناخد بس بريك كده بسيط، لان واضح ان التشكيله احمد ثابت مش عاملها بس مجرد لعيبه بمراكز وبس، لا كل واحد ليه دور وكل واحد هيلاعب مين من الفريق المنافس، هو دايما باني خطته على فرقه بوتافوجو اللي النهارده هتلعب دلوقتي مع باتشوكا المكسيكي. هنواصل مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا كنا بنتكلم دلوقتي على التشكيله الافضل اللي ممكن يلعب بيها الاهلي مباراه يوم السبت اللي جاي، وجينا عند منطقه وسط الملعب. ابو حميد طبعا انت جيت عند منطقه مهمه جدا اللي فيها العمليات كلها. دي اهم حاجه، دي لو انت وسط ملعبك في المباراه دي فايق النادي الاهلي هيبقى فايق لو نصار وشكله هيبقى التشكيله معانا كويس. على الشاشه. فطبعا مروان عطيه جنبه امام عاشور واحمد نبيل كوكا. ممكن حد يقول ادخل اكرم في وسط الملعب، يعني ممكن لو استعرضنا هذه التشكيله معاك. دي مروان عطيه وامام عاشور وكوكا، ممكن فعلا اكرم يخش برضو بحيث ان هو دي التشكيله الثانيه، هي اكرم وعمر كمال هو اللي يبدا، بس هنا ساعتها هيبقى في مغامره شويه بعمر كمال في المكان ده، هيلعب على لعيب زي تيجو المادا اللي هو اللعيب الارجنتيني، وطبعا لويس هنريكي الجناحين، ف يعني هتبقى فيها ممكن تدخل واحد زي خالد عبد الفتاح. انت عايز حد دفاعي صرف. خالد عبد الفتاح مثلا لو انت حبيت تدخل اكرم ممكن تحط خالد عبد الفتاح ناحيه اليمين بحيث ان انت تقفلها. هات التشكيله الاولانيه تاني بقى. ماشي. انت عندك ليه كوكا وليه مروان عطيه وامام عاشور؟ انا النهارده بقابل فرقه زي ما قلنا بوتافوجو تحديدا او حتى باتشوكا، باتشوكا برده مميزين في الضغط، الاثنين عندهم ضغط كويس، فانا عايز احل مشكله بناء الهجمه. امام عاشور يقدر ينزل يستلم بين الخطوط ديت ويحرك الفرقه لقدام، كوكا كذلك، مروان عطيه هو اللي بيديك الحمايه قدام ياسر وقدام ربيعه. الثلاثه اللي قدام لا خلاف طبعا على وسام ابو علي، هو اللعيب اللي يقدر يعمل لك الضغط قدام ويقدر يعمل لك الشراسه ويقدر يعمل لك التحولات. وسام عنده ميزه ان هو يعني هو مش بينزل دايما كتير، لا هو دايما عايز ياخد في مساحه، عايز ياخد في ظهر المدافعين، فدي ميزه كبيره خاصه في الماتشات الكبيره لما تقابل فرق زي فريق برازيلي او فريق مكسيكي هيبقى خطوطهم مفتوحه شويه عكس الدوري المصري، فوسام بيظهر بشكل احسن. الجناحين طاهر محمد طاهر عامل موسم كويس، ورضا سليم برضو اداؤه في المباراه الاخيره ممكن يكون ليه دور، حتى لو ما بداش ممكن يكون في الشوط الثاني عامل اداء كويس. لكن انت شايف افضل جناحين يبداوا طاهر وحسين؟ لان قدراتهم الدفاعيه كويسه بيدافعوا بشكل كويس قوي، هم حالتهم البدنيه والفنيه هم الاجهز، هم الاقوى دلوقتي. حسين الشحات عامل موسم كويس، وطاهر طبعا عامل اداء من بدايه الموسم كويس جدا. طيب عموما ده شكل التشكيله المثاليه اللي ممكن نلعب بيها يوم السبت ايا كان المنافس بقى، سواء باتشوكا المكسيكي او حتى بوتافوجو البرازيلي. طب ما تيجي نطمن على المباراه اللي بدات بقى لها 10 دقائق. نروح دلوقتي لزميلنا فاروق صلاح موفد قناه الاهلي اللي متواجد مع بعثه النادي الاهلي في قطر، واللي حاليا مع الجهاز الفني واللاعبين في ملعب 974 عشان يتفرجوا على المباراه من داخل الاستاد. فاروق مساء الفل. برحب بيك يا محمد، وبرحب بالدكتور احمد ثابت، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يا رب يا محمد تكمل على خير، يا رب ان شاء الله نكمل يوم 18 وان شاء الله النادي الاهلي يتجاوز عقبه، سواء يعني طبعا الجميع في انتظار الفائز من مباراه بوتافوجو وباتشوكا اللي انت زي ما قلت يا محمد احنا بنلعب دلوقتي 13 دقيقه من الشوط الاول. التعادل السلبي لسه ما بين الفريقين طبعا على الساعه 9 7 4. طيب اولا عايز اعرف منك
كان متوقع ان الجهاز الفني بس اللي يروح يتفرج على الماتش، لكن انا جات لي صور وشفت لقطات جهاز فني ولاعيبه. الكل راح عندك ولا في ناس راحت وناس لسه في الاوتيل؟ لا يا محمد، يعني كان مستر مارسيل كولر وكان واخد قرار بالجهاز الفني بالكامل باللاعبين مشاهده المباراه من ارض الملعب. قدامنا اي صور على الشاشه؟ كان تمام. يعني زي ما انت عارف يا محمد ان ده كان ايضا احد الاسباب ان الفريق جه قبل المباراه بيوم علشان يكون موجود في ارض الملعب ايضا، ان هو يتابع المباراه من ارض الملعب. طبعا وانت بتتفرج على المباراه او الجهاز وهو بيتفرج على المباراه، ياسين البكاري وكارلوس طبعا انت عارف محلل اداء النادي الاهلي بيركز على بعض التفاصيل. يعني اعتقد الكفه ما بين الفريقين حتى دلوقتي، يعني لحد دلوقتي واحنا بنلعب في 13 او 14 دقيقه لسه ما فيش فريق ليه الغلبه او فريق ليه السيطره على الجيم لحد دلوقتي. الجماهير اللي جايه مع فريق بوتافوجو عددها قليل، ولكن ده السؤال الاهم، ده السؤال الاهم، واخدين مساحه في ملعب 9 7 4 ولا العدد قليل قوي يا فاروق؟ لا محمد، يعني تقدر تتكلم في حوالي 200 300 فرد فقط من جمهور بوتافوجو. الغالبيه العظمى اللي انا شايفها في الاستاد هي جماهير الاهلي وجماهير الجاليه المصريه اللي حريصه انها تتفرج، عايزه تتفرج تشوف مين الفريق اللي هيلاعب النادي الاهلي. زي ما انت عارف يا محمد ان الاستاد 9 7 4 بيتسع ل 44,000 متفرج. بتتكلم في الساعة الحالية يعني لا تتعدى ال 5000 او المتواجد حاليا 5000 او 7000، ده في الاستاد بالكامل. يعني المنتظر او مش المنتظر، المؤكد ان الساعة الرسمية خاصة بجماهير النادي الاهلي في انتظار اي فريق هي انتهت بالكامل، فالمشهد هيبقى مختلف في مباراة الاهلي. زي ما قلنا محمد الجهاز باللاعبين في ارض الملعب بالكامل بيتفرج بالكامل، الجهاز الفني بالكامل بكل افراده، اللاعبين بالكامل موجودين في ارض الملعب بيتابعوا. عايز اتكلم برضو على حسن الاستقبال والضيافه محمد اللي بقى في النادي الاهلي هنا في قطر. اعتقد من الامور اللي دايما يعني انت عارف محمد اينما بيتواجد النادي الاهلي حسن الضيافه حسن الاستقبال لقيمه ومكانه النادي الاهلي من ابناء قطر او من مسؤولي قطر وايضا من مسؤولي الاتحاد الدولي اللي بيقدروا جدا جدا قيمه النادي الاهلي. طيب اخر حاجه، الحاله المعنويه، التدريب النهارده في ملعب الارسال، كل الامور على ما يرام ان شاء الله يا فاروق؟ يعني النهارده محمد نقدر نقول ان الفريق ادى تدريبه الاول على ملعب الارسال، وده الملعب اللي هيستضيف تدريبات النادي الاهلي ان شاء الله يعني على مدار ايام، سواء المباراه الاولى مباراه كاس التحدي، وباذن الله يا رب تكمل على خير ونكمل حتى مباراه ريال مدريد هيكون طبعا على ملعب نادي الملعب الارسال. عايز اقول لك واحد من افضل الملاعب، وده بالمناسبه كان الملعب التدريب الخاص بمنتخب البرازيل اثناء بطوله كاس العالم اللي اقيمت هنا في قطر. يعني ايضا مقر الاقامه اللي بيقيم فيه النادي الاهلي هو مقر الاقامه اللي بيقيم فيه المنتخب البرازيلي. تدريب اول بيدي لك مشاهد، بيدي لك يعني امور كده بالنسبه للمستر كولر. يعني انا سامع كلامك وكلام الدكتور احمد ثابت يا محمد وهو بيتكلم في الاجنحه وفي خط الوسط، مين اعتقد واحده من اصعب المراحل بالنسبه لمستر مارسيل كولر في اختيار 11 لاعب للمباراه القادمه. كل اللعيبه محمد، كل اللعيبه محمد الحمد لله، يعني باستثناء لاعب واحد فقط اللي بيؤدي يعني الجزء الاخير من برنامجه التاهيلي اللاعب محمد عبد الله، باستثناء هذا الامر تقدر تقول لا في حاله جاهزيه، في عند اللعيبه حاله من الشغف الكبير قوي انهم يكونوا موجودين في ارض الملعب يفرحوا الجمهور باذن الله. كل مكان بتمشي بتقابل جمهور النادي الاهلي. يا رب يا محمد يعني نكون عند حسن ظن الجمهور، التوفيق يكون مع النادي الاهلي ان شاء الله. في انتظار بقى المباراه اللي زي ما بقول لك يا محمد دلوقتي الدقيقه 17 لسه تعادل سلبي ما بين بوتافوجو وباتشوكا. مش مشكله، حتى لو تعادل سلبي لسه في اكسترا تايم، خليهم يلعبوا اكسترا تايم ويزودوا في الوقت شويه عشان ياثر بدنيا على ماتش يوم السبت اللي جاي ويكون الاهلي في اتم الجاهزيه. فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق يا رب كالعاده في تغطيه متميزه، وش السعد دايما مع بعثه النادي الاهلي في اي رحلات خارجيه. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. لسه هنكمل معاك ولسه عندنا ملفات واكتر من موضوع هنتكلم فيه، ولكن نخرج الى فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند، وما زال التعادل السلبي بين فريقي بوتافوجو البرازيلي امام باتشوكا المكسيكي. المباراه المقامه الان على ملعب 974 في قطر، والفائز سيواجه الاهلي يوم السبت المقبل. المباراه ما زال تعادل سلبي يا دكتور احمد، ولو هسالك عن فريق بوتافوجو اللي المفروض دلوقتي يكون متقدم، ولكن انا شايف المباراه حسب مجريات المعلومات اللي عندنا دلوقتي ان هي 50 50
يمكن باتشوكا ضغط اكتر، عنده محاولات اكتر يمكن. اول 24 دقيقه باتشوكا 6 محاولات على المرمى، بوتافوجو محاوله واحده بس، بوتافوجو استحواذه اكتر 53% في اول نص ساعه مقابل 47% لباتشوكا المكسيكي. طب طريقه لعب بوتافوجو وتشكيلاتهم انت شايفها ازاي؟ ولو محضر حاجه، وهل ممكن تكون مختلفه عن اللي بيحصل دلوقتي؟ هو عنده اربع لعيبه مريحهم النهارده، يعني اليكس تليس وفيراتس وسافارينو رقم 10 وتييجو رقم 23. لو نستعرض التشكيل، هو دايما بيلعب بال 4 2 3 1. المدرب تشكيل بوتافوجو البرازيل اهو معانا، المدرب ارتور جورج طبعا اللي هو البرتغالي بيلعب بال 4 2 3 1، جون فيكتور في حراسه المرمى، الاثنين المساكين ايدرلسون والكسندر باربوزا رقم 20، الباك اليمين فيتينهو، وبديله ماتيو بونتي هو اللي ممكن يبدا لو كسبوا يعني قدامنا، هيبدا ماتيو بونتي والكس تيليس اللي هو مش بيلعب النهارده اللي هو مريحه 13. البرازيلي والاثنين اللي في النص جريجوري ومارلون. مارلون ده مريح الكابتن برضه، عنده 29 سنه بادئ مكانه النهارده الان، عنده 33 سنه. الثلاثه اللي قدام اللي هم تحت راس الحربه دول ما بيغيرش فيهم خالص، النهارده مغير منهم اثنين. اجهاد بقى، ضغط الماتشات والسفر. يعني لويس انريكي ده واحد احسن لعيب في الدوري البرازيلي وهداف الفرقه، ومعانا ليه احصائيه هنعرضها دلوقتي. ده انتقل ب 47 مليون يورو. لعيب مميز جدا. جدا. وجيفيرسون اللي هو الفنزويلي ده صانع العاب مميز جدا، ده برده مش بادئ النهارده، وتيجو المادا ده بيلعب في منتخب الارجنتين، يعني في ثلاثه في الاربعه اللي قدام دول دوليين، وايجور خيسوس ده مهاجم منتخب البرازيلي الاول. يعني الاربعه اللي قدام دوليين، لويس انريكي وايجور خيسوس الاثنين دول في منتخب البرازيل، جيفيرسون في منتخب فنزويلا، وتييجو المادا في منتخب الارجنتين. هات الصوره اللي بعدها، دايما هو في بناء الهجمه بيحولها بيلعب بثلاثه ورا. الفريق البرازيلي ده يعني هي على الورا 4 2 3 1 بس بتتحول ل 3 4 3 من خلال ان جريجوري اللي هو اللاعب الارتكاز اللي في وسط الملعب بيرجع كثالث ورا معاهم، ومارلون اللي هو اللي في وسط الملعب بيتحول بيبقوا 3 4 3، يعني طريقه اللعب اثناء والكوره معاهم بيبقوا 3. يعني شوف بقى بيهاجموا بكام واحد، 1 2 3 4 5 6 7 لعيبه. فالفرقه بتبقى زي ما شفنا كده الضغط من شويه لما جبنا حالات الضغط، بتلاقي الفرقه 7 لعيبه قدام و3 ورا بس. انت لو عرفت تعمل يعني لو عرفت تعمل هجمات مرتده كويسه منظمه في ظهر الاثنين الظاهرين تقدر تضربهم بشكل كويس. معانا برضو هات الصور الباقيه اللي هي بتاعه الدوري البرازيلي، هتلاقيهم عاملين احصائيات كويسه. ده مثلا بوتافوجو صفحه 433 منزله ان بوتافوجو ثالث نادي في التاريخ يجمع ما بين الدوري السيريا اي الدوري البرازيلي والكوبا ليبرتادوريس في نفس السنه، يحقق الثنائيه ديت. فلامينجو 2019 سانتوس عملها مرتين 62 و63 ايام ما كان سانتوس بقى. طيب اللي بعد كده برضو في معانا لويس انريكي، هات الصوره بتاع ده. لويس انريكي ده الخطير رقم 7، ده على فكره بيلعب النهارده في الماتش. ده اللي انت كنت لسه بتتكلم عليه اللي هو رقم 23، حقق اللقب، اخذ احسن لاعب واحسن مهاجم، الجوائز اللي على الارض دي اللي هي اخذ احسن لاعب واحسن مهاجم، وجاب 7 تجوان في الدوري البرازيلي و3 اسيست، وانضم لمنتخب البرازيل في المباراتين الاخيرين في تصفيات كاس العالم. طيب باتشوكا عندهم لاعب فنزويلي ولاعب مغربي. باتشوكا عندهم عندهم لعيب مغربي اسمه لويس ادريسي، يمكن هقول لحضرتك عليه اهو، يمكن طبعا ده من اللعيبه المميزه، اسامه الادريسي رقم 11. ده لعيب مغربي، وفي يعني ايه اتنين من فنزويلا بيقابلوا بعض في الماتش ده النهارده. بوتافوجو عندهم جيفيرسون اللي هو رقم 10، ده قاعد على الدكه النهارده وهو صانع الالعاب الاساسي في فرقه بوتافوجو. طيب اما سالمون روندون اللي هو المهاجم بتاع باتشوكا، ده الكابتن، واحد من المهاجمين الكويسين جدا، اتنين من فنزويلا بيلعبوا بعض. الاهلي ما لعبش مع الفرق المكسيكيه كتيره، يمكن لعب مع باتشوكا قبل كده في اليابان، مباراه كنا فاكرينها واتلعبت في ظروف كانت صعبه جدا، درجه حراره وبدري قوي وكلام كتير، لكن امام الفرق البرازيليه الاهلي عنده سجل كبير من ماتشات الفرق البرازيليه. عنده سجل، بس المشكله ان احنا ما كسبناش غير ماتش واحد وكان بركلات الترجيح. على بالميراس. على بالميراس، ده السجل بتاع النادي الاهلي، يمكن لو استعرضنا حتى السجل هتلاقي النادي الاهلي الاول سنه 2006 النادي الاهلي خسر قدام انترناشونال 2-1، ده كان في نص نهائي كاس العالم، دي اول مواجهه. المواجهه الثانيه كانت قدام كورينسيانز خسرنا 1-0. بعد كده 2020، بص بقى في اخر اربع سنين بدانا نقابل الفرق البرازيليه كتير، بص النادي الاهلي بيحطك فين قدام الفرق البرازيليه. طبعا اول انتصار كان 2020 لما كسبنا بالميراس، اتعادلنا معاهم 0-0 وكسبناهم بركلات الترجيح. تمام. التصدي الشهير بتاع محمد الشناوي. سريعا يا دكتور. 2021 قابلنا بالميراس خسرنا 2-0، 2023 خسرنا من فلامينجو 4-2،
السنه دي السنه اللي فاتت خسرنا من فلومينينزي 2-1 وابرز او 2-0. المواجهات بين الاهلي مع الفرقه المكسيكيه 2006 البرونزيه لما الاهلي كسب كلاب امريكا بهدفين مقابل هدف، والهدف الشهير من ضربه ثابته لمحمد ابو تريكه. يعني لعبنا مع مونتريي، لعبنا مع كلوب امريكا، لعبنا مع باتشوكا، ولكن العمليه يعني قريبه جدا ما بين المكسيك او حتى البرازيل. ان شاء الله الاهلي يكون موفق بس باذن في الله. فرق البرازيل مهاره اكتر، حرفنه اكتر، صح، لعيبه عندهم خبرات ودوليين اكتر، المكسيك عندهم القوه البدنيه اكتر. انا بتكلم على الاحصائيات كاهلي، خد برونزيه من فريق مكسيكي، خسر من باشوكا، لكن مع على مدار الفرق البرازيل الاهلي ما كسبش غير مباراه واحده. وخدنا برونزيه من فريق برازيلي. بالظبط، بالميراس كانت بركلات الجزاء في قطر. فان شاء الله يكون وش الخير علينا. يا رب ان شاء الله، سواء كده او كده يعني، ان شاء الله باذن الله. دكتور احمد نورتني وشرفتني. الله، ده نور حضرتك، بكون سعيد دايما بالتواجد مع حضرتك ودايما متالق كده. بشكر حضراتكم بالتاكيد في الختام على حسن المتابعه والمشاهده، نتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي في هذه البطوله الغاليه، بطوله جديده وكاس جديد قاري يوم السبت اللي جاي، ولما لا تبقى كاسين مش كاس واحده. إن شاء الله بإذن الله الأهلي يكون موفق في هذه البطولة وفي رحلة المشوار في قطر. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.